كيف يعني يشاهد أستاذ علم الجريمة أفلام الجريمة؟ أنت بتشوف فيها يعني تمثيلية أو فيلم أو مسلسل تتوافر فيه عناصر الجريمة، القاتل والضحية وكل ما ذكرناه الآن. طبعا بنجد ان في فرق جامد بين الحقيقه والخيال. وعشان كده انا بجد يعني الحقيقه والقصص الحياه يعني اكثر غرابه، أكثر يمكن غرابه من القصص، لان يعني الخيال ما يمكن يصل ابدا الى درجه الحاجات اللي بتحصل في الحياه نفسها. هناك الواقع اراء لكثير من التربويين وإخواننا المهتمين بعلم الاجتماع يستنكرون جدا الموجة، وخصوصا الموجة التلفزيونية الأمريكية التي تكاد تسود العالم الآن، موجة أفلام الجرائم ومسلسلات مليئة بالجريمة، ويتفننوا في ابتكار وسائل المجرم للتوصل إلى تحقيق هدفه، مما قد يكون له تأثير شديد السلبية على النشء وعلى أطفالنا وعلى شبابنا. فما رأي حضرتك في هذا؟ أنا أعتقد تماما أن يعني ده هو في له تأثير سلبي شديد على خصوصا الأطفال والصغار اللي بيشاهدوه، وبس ده يعني انعكاس للحياة في الولايات المتحدة بالذات، لأن كندا عندها أقل جرائم وأقل جرائم عنف بكثير من الولايات المتحدة. بس لما تشوف حضرتك ان يعني فيلم زي رامبو ده هو ده الفيلم المحبوب عند مشاهدي الافلام في الولايات المتحدة، ده تعطيك فكرة عن العقلية وتعطيك فكرة عن الشعب الامريكي والحاجات اللي بيفضل مشاهدتها على شاشة السينما او على شاشة التلفزيون. ودي جرائم العنف اللي احنا بنشوفها في امريكا، طبعا دي يعني انعكاس للحاجات اللي يحدث في ذلك المجتمع، يحدث في هذا المجتمع بالذات. ولهذا ربما ينبغي علينا ان نحرص كثيرا عند انتقاء مثل هذه الاعمال، حتى حرصنا على شبابنا وابنائنا. يعني وفي حركة جامدة دلوقتي في كندا، يعني لأن برضو احنا متعرضين باستمرار للتلفزيون الأمريكي، والتلفزيون الأمريكي في كل البيوت في كندا ممكن ان احنا نستقبل بشوفه بسهولة، والناس طبعا مش مبسوطين أبدا بسبب حلقات العنف ومسلسلات العنف وأفلام العنف اللي بتعرض على شاشة التلفزيون، والشباب الكندي بيراها كل يوم، والأطفال حتى الأطفال نفسهم. صحيح، وهذا هو خطر كبير للواقع. على أي حال، احنا أثقلنا عليك كثيرا دكتور عزت. في نهاية لقائنا سيداتي وسادتي، باسمكم جميعا أوجه شكري للأستاذ الدكتور عزت على هذه الجلسة الطيبة. الدكتور عزت عبد الفتاح هو أستاذ علم الجريمة في جامعة سايمون فريزر في كندا، في فانكوفر كندا. وهو في نفس الوقت أيضا مبعوث منظمة العفو الدولية إلى الشرق الأوسط. شكرا لك على إجاباتك المفيدة في كثير من هذه الموضوعات، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا على دعوتك يا أستاذ صلاح، أنا سعيد جدا. شكرا لك، وأهلا وسهلا بك في الإمارات. سيداتي وسادتي، تحية لكم وإلى اللقاء.